بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوبنا عشتي مشاعر وحاسيس، وبعيوننا كنت البصر والبصيرة، أرض تخطت من غلاها النواميس، وصارت على كل المطامع عسيرة، وأميرها حكمة وفطنة وتسييس، تميم رمز للوطن والمسيرة، قطر تعلت فوق كل المقاييس، وكبرت بعين اللي يراها صغيرة. عشت الغلا ووقت الرخاء في الهواجيس، واليوم صوت الحب عالي الوتيرة. هذه القصيدة للشاعرة القطرية الدكتورة مريم بنت محمد الخاطر بعنوان صوت الحب. ومن صوت الحب القطري تجمعنا قطر هنا في هذه الأمسية الرائعة بين دفتي الشعر والشعراء، الكتب والكتاب، الثقافة بكل ما تحتويه من عناصر رائعة من كلمة أو مفردة. وعمان تحل ضيفة شرف في هذا المعرض، معرض الدوحة للكتاب لعام 2024. حضورنا الكريم، المشاركين، المتابعين، أهلاً وسهلاً بكم، أهلاً بكل من حضر، أهلاً بكم جميعاً. بين رحاب الشعر والشعراء نجتمع هنا في أمسية شعرية جميلة إن شاء الله. في رحاب هذه الأمسية الرائعة لدينا مجموعة من نجوم الشعراء، شعراء من سلطنة عمان وشعراء من دولة قطر، لكل منهم تاريخ حافل في هذا المجال الشعري، لكل منهم خطه الواضح في الشعر وفي المفردة وفي الكلمة. نرحب بكم جميعا، وأيضا الآن نرحب بالشعراء المشاركين. من سلطنة عمان الشاعر زيد الشحي، فليتفضل. من دولة قطر الشاعر حمد البريدي. من سلطنة عمان الشاعر منذر الفطيسي. من دولة قطر الشاعر حمد الجرحب. من سلطنة عمان الشاعر حمود بن وهجة. ومن دولة قطر الشاعر زياد العتيبي. أهلاً وسهلاً بكل الشعراء الحاضرين اليوم، ونتمنى إن شاء الله بوجودكم أن يعني نقدم كذا أمسية رائعة. نحن دائماً تعودنا في سلطنة عمان بترحيبنا أنه نقول علومكم وأخباركم، فأتمنى أنها يا رب تكون علومكم وأخباركم أخبار زينة وطيبة. أستاذ زيد. الحمد لله رب العالمين، مدام إحنا في دوحة الجميع إحنا بخير وطيبة الحمد لله. الحمد لله. الشاعر حمد البريدي، أهلاً وسهلاً. الله يهلي بشلع طاعته، متشرف جداً بوجودي بين أخواني الشعراء الكبار، وليلة جميلة إن شاء الله، قطرية وعمانية إن شاء الله. شاعر منذر الفطيسي، أهلاً وسهلاً. يا مرحبا ويا مسهلا بالجميع، أبرك الساعات وجودنا بين أخواننا وربعنا والشعراء الكبار من دولة قطر والجمهور العزيز من دولة قطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أمسية جميلة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. الشاعر زياد العتيبي، أهلاً وسهلاً. مرحبا ومسهلاً. الله يعني. أهلاً وسهلاً. الشاعر حمود بن وهجة، أهلاً وسهلاً. يا مرحبا وسهلاً بالجميع، مساكم الله بالخير في هذا الأمسية مع الشعراء الرائعين، والحضور كله شعر، فانتبهوا يا شعراء. والشاعر حمد الجرحب، أهلاً وسهلاً. يا مرحبا والله ومسهلاً، ومسي بالخير على الحضور، والله يجعلها ليلة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله.
نحن ضيوف ولكن يعني نعتبر نفسنا من أهل البيت، منكم وفيكم، كلنا أخوان وأحبة، وإن شاء الله تدوم هذه العلاقة الطيبة بين عمان ودولة قطر الحبيبة إن شاء الله في أبعاد ليست ثقافية فقط وإنما اقتصادية واستثمارية ومجالات أخرى إن شاء الله تحتفل بها السلطنة أو دولة قطر في هذا الجيل أو لأجيال قادمة إن شاء الله في مشاريع مستدامة رائعة. بما أننا نحن الضيوف ولكن راح أبدأ بشاعرنا زياد العتيبي. إيش محضرنا اليوم شاعرنا لهذه الأمسية؟ الله يعافيك سلمك. طبعا رحب بالضيوف وبضيف الشرف الكبير اللي هو سلطنة عمان، وأقول دونك صدورنا يا ضيف حياك، دونك صدورنا يا ضيف حياك، ما تمر صدور اليوم عابر، نفرح إن جالنا مثلك وشرواك وله عيون القصيد من المحابر والمعاني تغنى بك وتزهاك، والكتب والمعارض والمنابر كيف في شاعر يطرب الطرياك لين قدرك على صدرها تزابر هيثم العرب، جعل الله يرعاك كابر الأصل فخر للكابر. أمين. تسلم. وشعرنا أيضا الرائع من سلطنة عمان غني عن التعريف الشاعر حمود بن وهجة، إيش بتسمعنا في هذه الأمسية الرائعة؟ قول يفرحني الليل الطويل وظلامه، إذا ستر حزني عن الناس جيده، مثل ما يفرح مبتدي باهتمامه لبروز وصورته وسط الجريدة، أحط لي في وجنة الشعر شامة وكحل بالأفكار عين القصيدة، أفكار مثل عيون زرق اليمامة اللي بعد بكرة من اليوم أصيده، الله الله، وأحس بالراحة وأحس بندامة وأفقد، وبعض الناس ما هو فقيدة، ما كل من هو راح مع السلامة ولا كل من نلقاه فرصة سعيدة، المحترم يفرض عليك احترامه، ما بالك بابن العظيم وحفيده، قصيدة ما تعتلي في مقامه تموت لكن ما اعتبرها شهيدة، شيخ انقبض من يوم مولده زامه، يا ابو حمد هاك العلوم الأكيدة، من ياكو بصدره تنوح الحمامة رد الحمامة قلبتها نشيدة، يا راسم بوجه الحزين ابتسامة، يا عيد من غاب الفرح يوم عيده، يا رجل أفعاله تسابق كلامه، مجرب والحق لأهله تعيده، خذيتها بالمرجلة والوسامة، سبحانه اللي حببك مع عبيده، الله وسبحان من حرم عليك الرخامة وحلك كل الصفات الحميدة، سبحان من حرم عليك الرخامة وحلك كل الصفات الحميدة، تغرق ضيوفك بالكرم والكرامة وتشوفها في حق ضيفك زهيدة، صاحب سمو المرجلة والزعامة على السلوم الراهية والعقيدة، تميم متفرد ولا حد أمامه إلا الذي قد شب من تحت إيده، أبوه رمز التنمية المستدامة خلى قطر في الكون تحفة فريدة، أقبلت من قوم من تحط العمامة والطير في الشدات مطيار صيدة، صملاتهم نيران يوم القيامة، أقبلت من قوم من تحط العمامة والطير في الشدات مطيار صيدة، صملاتهم نيران يوم القيامة، ما تنخم ديالين يقضي وعيده، شعب استوى صفه وهيثم أمامه، حكم مثبت والحكومة رشيدة، لديار من يبشر إذا الدهر ضامه، تاريخ حافل والمواقف شهيدة، سلمت وما بعد مع السلامة، شكرا على الدعوة فرصة سعيدة. الله 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 الله، صح لسانك شاعرنا. وشاعرنا أيضا الرائع من دولة قطر شاعر حمد الجرحب، إيش حاب تسمعنا في هذه الأمسية اليوم إن شاء الله؟ يقول جيت في كبدي مرارة وفي عيني شرار، وفي الصدر نية وفي الراس طنخة وحفلة، وابتديت أصخر القاف وأفك الزرار، ناوي أصب المحيطات في بطن سحلة، جبت لي عصما تسيد غياهيب البحار، لو غياهيب البحار العظيمة مذهلة، ودي أشوف المقابيل وأزيح أستار، صار في نفسي المستقبل يشوق أوله، ولا قصر شبري مع الوقت لو طال المسار، أنتهي من مرحلة وأثمثنا مرحلة، سايق الروحي حماسة وصملة
وانتحار، والله اني ما تراجعت قيدة الانملة، حلمي ان اسمي تغبى مع الشمس النهار وذكري يتزفه هبوب الرياح المرسلة، حلمي ان اسمي تغبى مع الشمس النهار وذكري يتزفه هبوب الرياح المرسلة، والظروف اللي تحدى القوية للانهيار تلتحق ما كان هلا حدايد سلسلة، تعترض للهاقية اللي هقاويها اكبار وكل ما تخلف هقاويه كانها تقتله، حاربتني لين صدري غدا كانه جار من كثر ما الجمر يدفن توالي هوله، حاربتني لين صدري غدا كانه جار من كثر ما الجمر يدفن توالي هوله، ومن توكل بالله وشد عزمه واستخار غاب من صافي زمانه عنا مستقبله، أتغرب من دياري واروح أبعد ديار ما أحد حقق مناويه في بيت أهله، ولا اكتفى راسي من المعرفة والانتصار حلم أطوع أصعابه وحلم أستقبله، يا طموحي لا تردد وعندك الاختيار، حدد الحلم العظيم المشقي وازهله، والله أني ما تهيب من إصدار القرار دام للضو والدهاره ولن نوش هله. سلامتك. صح لسانك شاعرنا، يعطيك العافية. وأيضا شاعرنا منذ الفطيسي، إيش بتسمعنا إن شاء الله في هذه الأمسية؟ يا مرحبا ويا مسهلا. يا لا لا يا لا يا لا لي يا لا 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 يا لا 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 سلام أكبر يا دولة قطر منا ليوم الدين، من ديار الإمام البوسعيدي هيثم السلطان، أبا ذي يزن مقدام السخا بالخير رمز عمان، عسى ربي يحفظ الزمن والشعب والأوطان، سلام أكبر يا دولة قطر منا ليوم الدين، لدار الفارق الشامخ له التاريخ علم شراف، تميم العز يا الشيخ الكريم الصامل المضياف، أمير يمدحه مجده ويفخر به ضمير القاف، سلام الله منا أبو حمد منا ليوم الدين، تميم النادر انجازه تميم الصوت بالافعال، امير في الهوايل يضرب الاهوال بالاهوال، امير لا تعرضه تحدي يشرب الفنجال، سلام الله منا ابو حمد منا ليوم الدين، قطر قصة نجاح وبراق في العالمين يرف، حميا للعروبة ومحزم للشف يوم الشف، قيادة وشعب واقف صف والنادى الخليج اصطف، سلام الله يا شعب المحازم لين يوم الدين، قطر يا كعبة المضيوم ويا دولة مباديها، شهاماتها ابتسامتها وكراماتها ابتساميها، قطر يا كعبة المضيوم ويا دولة مباديها، شهاماتها في معانيها وكراماتها ابتساميها، قصيدة والشعر واجب يلحنها ويغنيها، سلام الله قطر والعز عزك لين يوم الدين، تشرفنا بها الدعوة ولا يوفيها صوت حروف، جناح أرواحنا طاف القصيد وهو يطوف يطوف، في مسقط عشق للدوحة وعين العاشقين تشوف، سلام الله من مسقط إلى الدوحة ليوم الدين. سلام.
صح لسانك شعرنا. جميل أيضا أن يختلف الشعراء في إلقائهم للقصائد، ولكن الأهم من ذلك أنه الأحاسيس الجميلة اللي يحملها الشعراء يعني بتصاويرها مهما كانت تحمل من معاني، ولكن هدفها دائما أنها تصل إلى القلب. وأعتقد شعراءنا اليوم ما شاء الله بأشعارهم يعني وصلون الكلمة والمفردة إلى قلوبنا جميعا كحاضرين ومستمعين وأيضا مستمتعين. الشاعر حمد البريدي، إيش محضرنا لليوم إن شاء الله؟ أولا ما قصروا الشعراء وبيض الله وجيههم وصح الله لسنتهم، الله يطول بعمر كلنا واحد. يوم من الأيام فيه متحف عالمي أسقط خريطة قطر عمدا سهوا ما يندرى، لكنها ما كانت موجودة هالخريطة. فقلت على الخريطة تعرف حدودنا زين، على الخريطة تعرف حدودنا زين، يلي تحاول ما تشوف الخريطة. قطر ثلاث بحور، ما هي بحرين الشامخة رغم الظروف المحيطة، من عهد جاسم بن محمد إلى الحين فعائلا غطت المال البسيطة. الله الله. من عهد جاسم بن محمد إلى الحين فعائلا غطت المال البسيطة. العود أبو مشعل زبون المخلين، جرح انتقى بابه وجرح يخيطه، باني قطر راس الهرم وأحمر العين كل الصعايف في دينه ربيطة. وتميم يا مرنا حم مستعدين، نغرف بحر حتى يوقف محيطه، أيماننا من كثر ما فعلها زين، الله خلقنا كف فوق الخريطة. الله 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 الله. صح لسانك شاعرنا، شو هالإبداع الجميل. وننتقل إلى شاعرنا أيضا من السلطنة زيد الشحي. حياكم الله جميعا، وما قصروا الشعراء ما عليهم ذود. حقيقة فاجأني أنا الأخ منذر بالشلة هذه، أنا كنت أيضا مولم شلة يعني. يلا نسمع نسمع نسمع. هي على يعني من الموروث عندنا في السلطنة طبعا. نعم. خاصة في شمال السلطنة في مسندم في رؤوس الجبال، على نفس الألحان والأوزان يعني. نعم. وتقال أيضا احتفالية في الأعراس والأفراح وفي لقاء الأجاويد مثلكم وشرواكم أيضا. هي دوحة المجد الأبية صارت منارة للثقافة، هي دوحة المجد الأبية صارت منارة للثقافة، هي جذوة للشعر حية وفيها الأدب تزهر ضفافة، هي جذوة للشعر حية وفيها الأدب تزهر ضفافة، وأهل الكفوف الهندية وأهل الحافة وهو الضيافة، وأهل الكفوف الهندية وأهل الحافة وهو الضيافة، انت الفخر وانت الحمية وانت الصدارة بلا وصافة، انت الفخر وانت الحمية وانت الصدارة بلا وصافة. الله 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 الله، شو هالإبداع الجميل. ما أدري دائما الشعراء يعني موضوع الشلات هذه سهلة لهم ولا تحتاج يعني مثل الفنان لما يغني يرتب الصوت ويلحن ويتدرب. منذر شو رايك؟ انا من 10 سنوات عشر سنوات بالضبط من 2014 ما شليت محظوظه، لكن لما جيت وعديت القصيده في قطر الله لقيت ان في ابى شيء اضافي يعني حلو، وبعد ما وصلت للي اريد لقطر قصيده يعجز الشاعر ان يكتبها. الله يعني. الله الله الله، ما عليك قصور شاعرنا. إذن عودة لي، بغيت تقول شيء زين؟ بالنسبة لي أنا مو براعي شلات طبعا، فاعذروني على الصوت. لا ما شاء الله. لكن حبيت يعني أوصل شيء من مفردات التراث عندنا. نعم. ونعتز بها طبعا، وتقال في استقبال الشيوخ وكبار الشخصيات. نعم.
لا جاويد مثلكم وشرواكم مثل ما قلت. ايش رايكم بصوت زيد بالشله؟ لا لا ابى تصفيق. انزين تحمسونا صح انه يشيل مره ثانيه وثالثه ورابعه صح؟ يعطيك العافيه يا رب. اذا عوده لي زياد العتيبي شاعرنا ايضا ايش محضرنا لهذه الامسيه اليوم ان شاء الله. مرحبا. طبعا بديت بقصيده ترحيبيه بضيف الشرف اللي هو عمان، وللوطن علينا حق. نعم. واقول يا بلادي والقصايد من لساني، ما يجنب كل حرف ابداع عانها من بنات الفكر ولساني، احصاني صح منطوقي وصح الله بدنها، صبت بيوت القصيده فالمحاني واحتواها القلب لين اصبح وطنها، واستلذت ما تشيل من الاماني في يدين اللي على روحها، وزنها قالت أنت الشاعر فلانة الفلاني، ما بنى بيوت كتبها إلا سكنها، تسحب الإبداع من عين المعاني والشرايط سلمت كفك رسنها، لا غرابة وأنت من دار ثاني، والفخر وامجادها فيها ومنها، من يلومك في عريبين المجاني، وراعي الطلات يعطيها ثمنها، كل قاف الناهي المدحها شعاني بالنوادر يقلط ويطرق لحنها، قلت حقي في دياري وبمكاني في ذرى شيخ على الطالها ضمنها، وجبت فيها بيت ماله بيت ثاني، البحر والبر بالنجمها قرنها، دارنا قطعة من سهيل الإيمان يجذبتها الأرض والبحر احتضنها. الله 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 ما شاء الله. دائما أحس إنه في صعوبة نوعا ما الشاعر لما يكتب عن الوطن ويبقى إنه مقصر في حق وطنه وقائده. إيش رأيك حمود بن وهجة؟ هذه القصيدة تمثلنا جميعا بإبداعها يعني. صح لسانه صح لسانه. إيش بتسمعنا حمود اليوم؟ وطن عن الوطن الأوطان تختلف يعني. الله. أيوة. رسامتي بجلس وعينك بعيني، خذي من عيوني جميع الإجابات، لو كنت قدامك أبا تبعديني تجردي من واقعك للخيالات. الله الله. تخيليني قبل لا ترسميني، ما أريد رسمه مثل باقي الرسومات، تلاعبي في صورتي سريليني، خذيني لأبعد مسافة مع الذات، وإذا رسمتي فمي استنطقيني، أريدك أول مبدعة ترسم أصوات، واريد من خط القلم تمسحيني، ومن ضربه الفرشاه ترحل فراشات. الله انا الرمادي ممكن تلونيني، اصير لعيونك طيور وصباحات، واذا انتهيتي عادي تعلقيني بين النهايات وجنون البدايات، ولا خذيني من الاطار احرقيني لان روحي تهرب من الاطارات. الله 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 الله. صح لسانك شاعرنا، قصيدة رائعة. ما أدري أحس الوجوه كلها ابتسمت، وصلت للقلب يعني القصيدة هذه. حركت المشاعر شوي. حمد الجرحب أيضا ماذا تسمعنا إن شاء الله في هذه الأمسية؟ دام ابن واهجة قز الطريق على الغزل، عندي قصيدة غزل. مشارك في احدى البرامج الحاليه الموجوده صح حمد؟ صحيح. برنامج متأهل للحلقه النهائيه من برنامج مثايل. مثايل المقام هنا في دوله قطر. نعم. برنامج مثايل طبعا، اعتذر حمد بس نبذه بسيطه عن البرنامج، وطبعا تعرفونه جميعا، هذا البرنامج برنامج قيمي لشعراء الشعر النبطي، وهو يمتد الى 10 اشهر، 9 اشهر في كل شهر حلقه، والشهر شهر 12 تكون الحلقة النهائية للمتأهلين من كل شهر. تطرح اللجنة فيه موضوع قيمي أخلاقي يتسابق عليه الشعراء من كل أنحاء العالم. نعم. فيه أشهر للشعراء في قطر والمقيمين في قطر، وأشهر أيضا للشعراء من جميع أنحاء العالم، و12 بيت يبعثها الشاعر خلال 10 أبيات، ممكن تأهله للخمسة في الشهر من كل شهر، أو تأهله للحلقة النهائية. جميل. إذا يعني فاز. وحمد شاعر مبدع ولا قصور. ايه. في جميع الشعراء المشاركين. والشهر هذا يبدأ من اليوم. نعم. جميل. وعنوان الحلقة الأمل، 12 بيت عن الأمل،
أعيدونا الأمل يا شعراء الخليج. شكرا جزيلا. إن شاء الله مشاركة طيبة، ونتمنى كل التوفيق أيضا يا حمد، وإن شاء الله فالك الفوز يا رب إن شاء الله. نسمع. يقول: يا مرحبا يا الملهمة يا نافضة غبر السنين، يا نبدة الإعجاز يا روح المحبة والغلا، يا عز وغلا من سكن في الروح بين العابرين، يا حن وطيب قلب يصفى روح من بين الملا، أنت معايير الجمال ونخبته فالعالمين، وأنت فريدة عالم العشاق والناس أعدلا. الله جمع فيك المطامع كلها دنيا ودين، والله جمع فيك الخصائل كلها ملح وحلا، اجتمعت أنوار القمر والشمس في ذاك الجبين، وأظلم سواد الليل في ذيك الجدايل وانجلا، فأطراف خدك لون دم ولون خوخ ولون تين، كأن الحمار اللي عليها دم جرحى واقتلى، وعيونك الحور النواعس ما تغطيها اليدين، والرمش حد من السيوف الجرد والعين أكحلى، في وسع عينك تاه وصف الشاعر الفذ الفطين، لو ان خيال الشاعر أوسع من تهاتيها الخلا، وانفاسك العذبة ترد الروح مثل الأكسجين، وشفاتك وريقك خلاصة شهد وطعم واحلا، والصوت خادر وان حكيتي كان حولك نايمين، ولا ضحكتي تضحك الدنيا ويخضر الفلا. الله الله. والصوت خادر وان حكيتي كان حولك نايمين، ولا ضحكتي تضحك الدنيا ويخضر الفلا، الزين هذا مستحيل انوله ما انا مهين، الظاهر انك من بداية جنته جل وعلا. الله 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 الله. الزين هذا مستحيل انوله ما انا مهين، الظاهر انك من بداية جنته جل وعلا، تمايلي وتميل معك عقول بعض العاقلين، يا فتنة منها تذوب قلوب ويضيع ادللا، وعلى كثر خلق الله اللي في المحبة مبتلين، المبتلى في حبك العذري هو سعد مبتلى. سلامتك. الله 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 الله. شو هالوصف الجميل للحبيبة بهالكلمات الجميلة والرائعة، كل التوفيق لك ان شاء الله. منذر الفطيسي، بيت الجنة. الجنة الجنة. الزين هذا مستحيل انه ولا ماء مهين، الظاهر انك من بداية جنته جل وعلا. الله 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 الله. والله انما نسمع تحية للشاعر القطر الكبير مبارك من عبد الله الخليفة. يستاهل. اهلا وسهلا. اسرنا بحضورك. يعني الشعر جسر القلوب الحالمين، لا تشكك في الخيال اللي وراه، ارخص رخيصه ولا ترخص ثمين، ولا حد تخلى قوافيه حشاه، والغزل بخطوط حمراء ما يزين، الغزل يعني غزل وبلا وصاه، نعرف اللي لازم منه ما يبين، ونعرف اللي معقد اسلوب الحياه، ما كتبته من سنين ومن بنين، ما هو اي حسن اعطيه انتباه، وسامح الله سهم وجه فيه زين، وجهني سيل عذابات الجباه، بو الجمال السم قطاع الوتين، الجمال اللي يمرض وش دواه، هذا وانا كبريائي ما يلين، هذا وانا صعب رد اللي يباه، لين شفت مربع الموت الدفين، بنت قبل تقول شي اقولها، الله الله، فيها ثالث حرب للعالم تحين، حرب لن ترحم ولن تاوي حفاه، وفيها سبق وكل مضمر له كمين، ولا حدا بيسبق ولو كسر عصاه، فتنة تغصف، فيها ثالث حرب للعالم تحين، حرب لن ترحم ولن تاوي حفاه، وفيها سبق وكل مضمر له كمين، ولا حد بيسبق ولو كسر عصاه، فتنة تغوي أئمه مؤمنين، كيف يلي لا صلاة ولا زكاة، وفتنة بترد شرك المشركين، لامتثال الأمر لله في قضاه، النصخ منه أكسجين الأكسجين، والأصابع منها تحلية المياه، والنواع السفن ربان المكين، والخشم من طوله خاشم سماه، الكرز معصور في سار ويمين، والشمندر سايح حول الشفاه، واللسان اللي تخفى مستكين، من مذاق الحلو تشربه اللهاه، جلدها ياخذ من الاسفنجلين، ورقبتها من زبادي وما حواه، تحتها غنشة بهن كوبين صين، فيها ميلاد الشهادة والوفاة، جلدها ياخذ من الاسفنجلين، ورقبتها من زبادي وما حواه، تحتها غنشة بهن كوبين صين، فيها ميلاد الشهادة والوفاه، والجديل معقص بليل حزين، لن تثر تتناثر الفرحة وراه، والجسر ما فوقه وتحته
حزين والنحر سجاد حيا عالحلاه ما تروم انك تصوبها بعين من هو اللي وده يصوب عماه كانها مخلوقه من صلصال تين والعسل والدبس مخلوطه معاه من كثر ما جسمها جدا سمين دهنها يترسب في قلبك حصاه هذا وانا كبريائي ما يلين هذا وانا صعب رد اللي يباه وانا مسلم مع ذنوب المسلمين والله يغفر سر قلبي وما خفاه ومن بعد هذه القصيده عمرتين لجل تطهير الكلام ومحتواه الله 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 يتقبل يعني حرب ثالثة بس أقول لك الله يتقبل العمرتين إن شاء الله إن شاء الله ويطعمنا بعمره إن شاء الله يا رب قريب شاعر حمد البريدي شو بتسمعنا إن شاء الله أول شيء عراب الشعر بقطر شاعرنا الكبير شيب بن عرار موجود إيه والله يستاهل تهية على كل مجهودات اللي قدمها كل سنة للشعر والشعراء والأدب بشكل عام أمره قيس العصر الحديث موجود المباركة خليه ما أقدر نقول شيء هو اللي سابقنا في الغزل اللي سابقنا في أنا والله أني كنت ببتعد على الغزل لكن دام وانجب الغزل أنا شكل حمسك أي نعم يلا الجفول اللي خلقها الله على هيئة سحابة الجفول اللي خلقها الله على هيئة سحابة أمطرت وحيت ثرى قلبي وغنيت لطربها أقبلت مثل الفرج وقفت مثل درب وسرابة جل من سخر سجاياها وزينها بدبها كل لون تعانقه يلبس ملامحها مهابه من حريره دابها غنى لها الليل وخطبها جات تنصف عرش ترفات الجمال بكل لابه حاولت تهرب وعيت سندريلا عن هربها الله الله جات تنصف عرش ترفات الجمال بكل لابه حاولت تهرب وعيت سندريلا عن هربها طبعها طبع الخيول ودينها دينه الصحابه كل حسن همل وجيها المخاليك وندبها فارقه في عالم يملا محياه التشابه مثل فرق الحاجب اللي تعقده لحظة غضبها انت بادى وجهها تضفي على الدنيا رحابه وانت غطت قلت حاله للكسوف الله كتبها يتمادى الحسن فيها لين يبلاني صوابه كيف لا ما دام هاللي صيتها يسبق نسبها يتقوس زولها كنه مثل قوسة الربابة ودك تغني على منكوسها غضت هدبها الله الله سلامتك صح لسانك سلام شكراً للشاعر زيد شحي إيش بتسمعنا؟ والله بعد هالقصائد غزل 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 وأمام هالجمهور والشعراء الكبار الواحد يحتار إيش سمعكم يعني لكن نحاول نحول حول الحمى مثل ما يقول يلا نسمع كذاب من أوله؟ من أوله من أوله كذاب ما قلت أحبك غير لأني أحبك ما كنت جامل لا ولا كنت كذاب ما قلت أحبك غير لأني أحبك ما كنت جامل لا ولا كنت كذاب تعال فتش في وريدي وربك ما به أحد غيرك مع الدم ينسى الله الله تعال فتش في وريدي وربك ما به أحد غيرك مع الدم ينساب تنبع من الإحساس وقلبي مصبك لين امتلت كل الخلايا بك إعجاب أتنفسك طيب ومعزة وشبك جمر يدفي خاطري بعد ما طاب وانثر غلاك العذب ورد في دربك واشرب دلالك واملي الأرض ترحاب كل الوفا والحب عشته بقربك يلي فتحت بخاطري للفرح باب تعال نرسم كل أمانينا ونشبك نشبك أيادينا على العهد أحباب ما قلت أحبك غير لأني أحبك ما كنت جامل لا ولا كنت كذاب تعال فتش في وريدي وربك ما به أحد غيرك مع الدم ينسى الله 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 لا صادق ما كذاب أعتقد صح إذن من زيد الشحي إلى الشاعر زياد العتيبي وصلنا أعتقد لآخر مطاف من القصائد فإيش بتسمعنا في ختام هذه الأمسية والله ابن وهقة طالب غزل وأنا اليوم معاهد نفسي أنا الغزل ما أتغزل اليوم مزعلتنا الحبيبة اليوم خلينا سلامي شوي لكن كل شاعر عنده هموم هذه قصيدة تحكي بعض الأشياء اللي في صدري يقول خلق الله تعرف إني العام مزاح خلق الله تعرف إني العام مزاح لكن جرالي في الزمن ما جرالي لا أحد نشدني قلت طيب
ومرتاح والهم في صدري ولا نيب سالي من عقب عرف الأورطي هم يجتاح بيبان صدري وارتكى واستوالي وقام يتمرجح بين الأضلع تمرجح وينهش من الضلع القصيرة الموالي ودموع عيني ما هي دموع تمساح والله لسريها على كل غالي وش فايدة الطيب مع الجمر لو فاح إن كان ما طيب كرام السبالي وش جايب الريح المطر دار الأشباح ما دام ما هبت هبوب الشمالي والله مدور من ورا العالم أرباح إن كان ما جتني من أكبر عيالي والله مشكي حزني ألا الوضاح حر حمر وأوضح نحر ومتعالي ما يلتفت للي يبي دعوه انصاح وقت الهدد ما جاء ومخلبها خالي ولا عوده كفي يجيني بتلواح ما عده الا من قروم رجالي اهتز غصن الشوك ثم طاح ما طاح شي على صدري وشي بخيالي اثر الخرز ما يمسك الخيط مسباح من الثقل يقطع جويد احبالي سوال الله 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 وسلامتك من الهموم ان شاء الله. حمود بن وهقة ايش بتسمعنا؟ انا حسيت انه ذنب الشعراء اللي عدوا غزل علي فبردهم ان شاء الله بردهم بالله. يقول ارتج اليوم انا توي ما عرف البحور ما غلبني ابو عكاز وابو رجل كبرتني السنين ويتعيد الشعور ومن تذكرت ذنبي ما عرفت ارتجل آه يا قلبي آه يا دمعي اللي كل مسري يثور وآه يا قلبي اللي كل ليلة وجل وش ذخرت الملاق الله يوم النشور يوم يطوي السما بيديه طي السجل نبتغي بالصراط المستقيم العبور ذاك يمشي وذا يزحف وهذا عجل نبني الأرض لكن ما بنينا القبور القبور المنازل لو يطول الأجل لو تفاخر ضعيف إنه حفيد الصقور والربع أهل الطولات وإنه نجل من هين الصعاب ومن يشق الصخور يتساوى مع الله الصقر والحجل اليوم الركبن آدم بالمعاصي جهور ويستهين بكتاب الله عز وجل قبلها قوام في التوراة ولا الزبور عاصروا المعجزات وآمنوا بالدجل بالعصا شق موسى عاتيات البحور قال أمنتم الآن وقالوا أجل راح موسى يناجي خالقه عن طور ورده حصل بني إسرائيل تعبد عجل راح موسى ينادي خالقه عن طور ورد حصل بني إسرائيل تعبد عجل يخجل المؤمن العاصي وربك غفور المصيبة من اللي ما يحس بخجل يا إلهي بما أنعمت ماني كفور عبدك الغير دربك ما يسوق الرجل الرجولة ما هي دايم صفه للذكور كم أنثى وقفت للدين وقفت رجل الله 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 صح لسانك شاعرنا حمد الجرحب بداية خبرني كذا ولو نبذة بسيطة عن يعني ماذا تمثل لك هذه التجربة في مشاركتك في البرنامج اللي هي مثايل والله أنا يعني تجربة تستحق يعني الصراحة مسابقة كبيرة ومنظمين يمتلكون النزاهة والإنصاف ولجنة يستحقون صراحة وأنا أرسل دعوة لكل الشعراء الإنصاف موجود والشعر والمنافسة موجودة والجوائز الجزلة موجودة الحمد لله متفائل حمد إن شاء الله إن شاء الله فالك الفوز إن شاء الله إيش نسمع منك نسينا نقول الأول مليون نسينا نقولنا الأول مليون ريال قطري بإذن الله تعالى الله الله أهم شيء إذا فاز حمد بيقسمها بيننا بس نحن ها مو الحضور نحن هذه قصيدة الهجن هذه هوايتي وهواية كل بدوي يعز البداوة الله مرحبا بلي لها العود ما يبغي شوير أمرها عنده وعندي تدابير الأمر يوم جاته ترخي الراس وتحث المسير واعتراها في جنابه سكينة معتمر أفتن من الغيد وأعبث من الأخ الصغير وأسرع من العين وأحر من ضوى السمر وانت مادت واستطاشت وقبت بالهدير شايب ما ينتحاك ولا خيل في زمر فالصل والسبق والزين ما معها خشير وانكتب ربي بتاتي بلدها والأمر ترثث لي يوم الأيام صوان وسعير فوقها جدي يواجه ويدمر ويعمر
ما تهيب والرياجيل طلاب ونذير كل ما تكبر هقاوي عدوه تندمر لين ورثنا كنوز البدوح المالمير اشهد انها عند اهلها نعيمنا مستمر يوم لوحات المواتر مع الميدان غير والهجن من كل ديره تزاحم في ممر روحت كانها تسابق ذعاذيع العصير ترتبع واندنقت كانها تنفخ جمر فوق منها ماخذه روح صيد وخف طير ماخذه لا سمعت الوش وشه فتنه نمر وكانها يوم استساقت على الجمع المغير الظفر لساق روحه على الموتى الحمر وجاذبيتها الى عده الكوع الاخير جاذبيه الطير نشقر على سطح القمر كيف ما تغلى وبي راعي الاسم الكبير شوفها يجي طواريه ويرده غمر الله 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 صح لسانك بس بغيت اسالك شو اسمها اللي توصفها شو اسمها عاده بالهجن بالجمال يعني يحطون اسماء صح هذه اسمها الرجمه هذه سلاله عندنا ايش اسمها هذه اسمها الرجمه سلاله عندنا الرجمه يعطيك خير هاي يا رب سبوق احنا عندنا وادي في عمان اول اوديه في عمان اسمه وادي رجمه اي نعم صح عدنا الحين اي منذر متحمس اعتقد الجمهور انه يسمع ايضا جديدك. الشباب ذكروا برنامج مثايل واحنا كعمانيين نعتز ونتشرف بان اخونا الشاعر حمود بن وهق اللي حيا احد اعضاء لجنه التحكيم نسال الله لهم التوفيق ان شاء الله هذه حمود قصيده على بحرين بما انك عضو لجنه التحكيم عن تقيمها يعني قصيده على بحرين الله يسلمك يا رب يقول تنفست بين القصايا الطواحين ومن حاز افكاري على الهاجس ضرم ضاقت زوايا خاطري والسبب شين يكذب وفعره ضقرب اصحابه فرم حشاكم يقول سبقي كسر تيم الميادين ونشفنا كادر سبقه شرم برم يذبح 13 ذبيحه لضيفين يعني لجوا 20 بيذبح هرم انسايره لا له قبيله ولا دين فرعون اخوه من الاول يسكن ارم اكرم يتامى او عيال المساجين وتبرع الناس الفقر فيها جرم ولا تنقم ضيوفك ولا هم مساكين الناس شبعانه لحم يا ابو كرم الكذب لو عطر فعول البخيلين ما يقدر يعالج عقول بها ورم والشعر قلطنا على شيوخ وافين وليته يقلطنا على ابواب الحرم نمزح بها احيانا ولكن الى حين ونوازن في طرحه ومن خالف غرم مجدا لشاعر خلدته الدواوين وتبا لشاعر لا هرم شعره هرم ما بيموت بمعجبات وملايين بيموت انسان طيب محترم الله صار. الله 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 صح لسانك شاعرنا قصيده طيبه ابو النعمان لكن على بحرين ما بتاهل عندنا المليون هذه ولا ما توصل على بحرين ما بتاهل عندنا ابدا لا تفكر طالك المليون ان شاء الله وارحب ايضا بمحمد ماجد الجني وهو الفايز في الحلقه الماضيه ما شاء الله الشهر الماضي وتاهل الحلقه النهائيه ما شاء الله تستاهل كل الخير حمد البريدي ايش بتسمعنا في هذا الختام ابشر بس قبل الختاميه في 5 ابيات بس يلا يقول في زحمه السوق في زحمة السوق والعالم وانا فاهي مرت علي فارع بالحسن مغرورة الله الله تشبه جفول جفتني واحسب نهاهي ناديتها قلت كيف الحال ماجورة تلفتت وانتثر من كفي الشاهي نفس الملامح نفس الصوت والصورة الله 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 في زحمة السوق والعالم وانا فاهي مرت علي فارع بالحسن مغرورة تشبه جفول جفتني واحسب نهاهي ناديتها قلت كيف الحال ماجورة تلفتت وانتثر من كفي الشاهي نفس الملامح ونفس الصوت والصورة قالت مشبه علي تعرف اشباهي قلت الصراحة مشبه بس مشكورة صحيت يا الجرح في قلبي وانا ساهي وصديت عنها ورجل الشوق مبتورة ما كني الا اناظر رمشها الزاهي ورجل من القد ملتوية ومكسورة ملامح الناس لو تبقى مثل ما هي ما كان دار الزمان ودارة إشهورة لله در الرصدة في جرحي اللهي الوقت غدار والدنيا لها دارة الله الله صح الثالث ترتمي بطراف هالدنيا وواجهها الحالي لو غدت مترامية الأطراف نار مستديرة الشعور تهيضه ذكرى وتطويها الليالي ليت لي قلب مهو بقلبي وفكه من جريرة الحضور غياب لا صار المولع لا مبالي والفراق وصار لنكف خاطري والبعد خيرة النصيت
أنصى الإله اللي أجيله في ابتهالي، وإن تركت أترك شعور ما يقديني مصيره، كل ما عاد ربي الناقص تحليت اكتمالي. الشهادة منه معكوسة على نفسه الوتيرة، لو يعرف ذياب بن غانم أبو زيدة الهلالي، ما غدر به من عقب ما كان في الدنيا خشيره، ولو تعرف الشمس كيف تغيب وضيع أضلالي، كان ترحمني من غياب يعاقبني كثيره. ضعت مثل العقد لا من ضاع له في ربع خالي، من يعيني قبل ينفك واصبح بعد هريره، اعذريني يا متهات الوجيه، العز غالي من رخص من قيمة سلاحه ما تنفعها الذخيرة، لا تهيأ للطريق اللي من أول ما صفالي. سكت روحي سوقت اللي شاف فرصتها الأخيرة. الله الله الله، صح لسانك شاعرنا شاعر زيد الشحي. بيتين بس قبل القصيدة الختامية. طبعا احنا أهل بحر يعني، فيقول بيتين عسى أتذكرهم بس. يوم غيري والنعم يملك رشاب، يوم ان غيري والنعم يملك رشاب، انا ملك تم الدقل والصواري، ويوم ان غيري يعسف الخيل والداب، انا عسفت الريح وموج البحار. الله الله، صح لسانك شعرنا. قصيدة الختامية، غصة الليل والناي. حدر تعاش البرد في حضرة الماي، وحد الذبول اجيك يا صاح زهرة، وحد الغياب بموسم القحط، ملفاي شايل جفاي ولا توخيت قطرة، وحد الألم من عاثر الوقت شكواي، أجيك أنا مخنوق في وسط زفرة، ما جيت أسير هامة الشعر وياي، جيتك أمشي الكحل في عيون حسرة، ما جيت أسير هامة الحرف وياي، جيتك أمشي الكحل في عيون حسرة، ولا جيت لك عاني أغني على ليلاي، ولا جيت أطفي في زواياي جمرة، جيتك أمرر غصة الليل والناي، وصوت الضلوع اللي انشرخ بوح نبرة، جيتك بلون الثلج بيضة نواياي، جيتك بلون الثلج بيضة نواياي، وذاك السواد المكتنز جيت أجره، شاخت على كتاف الوجع كل رجاياي، عطشة زروعي والمشاريب مرة، شفت العنا في داخلي كيف مقراي، ضجت معاليقي وعريت سترة، حتى الرصيف اللي يردد حكاياي مل الحكاية، وانهدم سور صبره عديتها يا كثرها من خطاياي، المشكلة ما خذت من أمس عبرة، والمشكلة لا جيت أسولف عن أشياي، خانت تفاصيل السوالف وحبره، وان جيت اصوت لا صدى صوت إلاي، بخلت وجيه الكون حتى بنظره، بس الورق ما مل عزفي ولا غناي، اسقيه قافي ولا شكالي مضره، وما دام سنك يا قلم بات مبراي، وش للذي مقهور يا غير شعره، انت الخوي في درب ليلي ومسراي، دامك معي فلاشتكي منك عثره، ورغم ارتعاش البرد في حضرة الماي، ورغم الذبول أجيك يا صاح بذرة، تسقي مواسم قحطها في زواياي، حتى ولو تسقي باسي بقطرة، حتى ولو تسقي باسي بقطرة. ما شاء الله، صح لسانك شاعرنا. أمانة دائما الشعر الفصيح لا يختلف عليه الاثنين، قريب للقلب، يحاكي الواقع، يحاكي كثير من القصص الجميلة في حياتنا. نعتذر لأنه ملتزمين بوقت في إدارة هذه الجلسة، ولكن كل اللي أتمناه يعني أنه استمتعتوا بشعرائنا لهذه الليلة، وإن كان هناك شكر فالشكر الأول لكم ولحضوركم أمانة، لأنكم كنتم رائعين بهذا الحضور الجميل. وهنا أنا اسمحوا لي أن أقف وبتصفيقكم أيضا للشكر لشعراء المشاركين، الشاعر زياد العتيبي، الشاعر حمود بن وهجة، الشاعر حمد الجرحب، الشاعر منذر الفطيسي، والشاعر حمد البريدي، والشاعر زيد الشحي. كنت محدثتكم وفي إدارة هذه الجلسة شريفة العامرية. هنا أيضا أدعو الشاعر والشاعر الكريم شبيب بن عرار النعيمي، مدير مركز قطر للشعر، بتكريم
شعراء هذه الليلة، شعراء أمسيتنا الرائعين، فليتفضل. أهلا وسهلا، شكرا، تسلم تسلم. وين التصفيق؟ زيد الشحي. شعر حمود بن وهجة. شعر منذر الفطيسي. شعر زياد لتيبي. شعر حمد البريدي. شكرا جزيلا، تسلم، شكرا شكرا، تسلم، الله يحفظك، شكرا. إذا شكرا للجميع، شكرا لحضوركم، نراكم إن شاء الله في أمسيات قادمة، إلى اللقاء.